السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لك عزيز جالي كي دايرين لاباس هانيين مهنيين كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديالي تلقاكم باحسن الاحوال يا ربي. المهم اليوم حنا راكم عارفين غدا غيبدا عندنا الكونفينمون، غنمشيو ان شاء الله للمكازا نتقداو وغنمشي واحد المكازا اخرى ناخذ فيها داك البابي بان باش نديرو الفوق داك الطابله عندي فاش كنخدم بالنسبه ليوتيوب اللي كندير فيها الماكله وهذا اللي هذا غنمشي ان شاء الله نديرو لي كورس ديالنا هما الاولين عادي الا شاط لينا الوقت نمشي وخرج لي مسكين مريض جا من الخدمه فيه مسكين الحلاق ندعيوه معاه. كنت سني مرحبا راتي فرخين انا ونتيني غزول فلات ونتغصاد ماني كانت قامت تستجيجمت بخير غصاد درنا غير كران غير صباح راه يبدو الكونفينمون ندار بربي هذا غي شافي شافي جميع المسلمين. يلا راتي فرخين درت فتون تسماني بقاو معايا حتى نتلاقاو منين نوصلوا ان شاء الله للمكازي. ما بالنسبه لي كورس ما غنديكمش معايا حيت خصني بزاف ديال التقضيه وعرفتوا المكازا دابا غتكون مرونه الدنيا ومشحال من حاجه غير الله يستر. يلا البنات خليكم معايا حتى ان شاء الله نوصل ونديكم معايا. يلا باي باي عليكم حتى واحد شويه. المهم البنات يلا بدات كتقطر شويه. المهم غدا غيبدا عندنا الكونفينمون عيدنا حنا عيدنا حنا غدا غيبدا عندنا الكونفينمون والله الا مشكله صافي الكونفينمون غتحبسي في الدار والملل وطري داكشي. ما انا ملي جيت لفرنسا جيت مع الكونفينمون ديريكت جيت مع شهرين ديال الحبس غير عوض ما يكون حبس على برا الحبس في الدار صافي هذا ما كان. المهم الحبيبات ديالي خليكم معايا. المهم كيف ما قلت لكم غنمشي ندير لي كورس. بالنسبه لي كورس ما غنديكمش معايا حيت راكم عارفين مخاش داتي التليفون غير دير بعوتاني عندي الراجل حيت قاعده حاجه عندي الا كنمشي للمكازا بغي نهضر مع شي واحد قاعده حاجه عنده علاش حيتاش كنبقى بلي هي مع التليفون اشنو باقي خاص اشنو باقي خاص واش غنسكنو هنا في المكازا. المهم هذا ما كان البنات. المهم ان شاء الله منين نتخدى وتبقى لينا الوقت غنمشي لديك المكازا سميتها سميتها بابو فيها حتى هي كلشي صراحه ما عمري ما مشيت ليها كنشوف البنات كيهضروا عليها في اليوتيوب وهذا ولكن عمري مشيت ليها انا الصراحه قبل زعما فيها دي بروموسيون زوينين وهذا. كيف ما قلت لكم بغيت ناخذ هذاك البابي بان نديرو على ديك الطبلة حتى يسهل الله ونشري اخرى ان شاء الله باذن الله. المهم راكم معايا خليكم حتى نوصل ان شاء الله لديك المكازا ونتلاقاو. يلا ما تزابيوش. وصلنا ها هي بابو. المهم سالينا لي كورس ديالنا كاع ما عرفتش فين هو الراجل اللي فين مشى سي محمد طلعت. المهم الدنيا مرونة عرفتي الطرقان عامرين عرفتي شوفو ها شوفو موريا الطوموبيلات سيركيلاسيون الشانطي عرفتي راه الدنيا عامرة مرونة خلقني الكمامة. المهم البنات حنا جينا هي المكازا عجبك كاين الهالوين شوف داكشي ديال الرعب ها انتوما شفتو هادشي ديال الهالوين اشنو بغيتي تصيد شي جمجمه ها هذا داخلين في الشرش دابا الفيلم داير بحال هكا لبس نشوف واش يجي معاك قال لكم هادي المهم هادي هي المكازا ديال بابو. انا اول مره نجي ليها انتوما دابا قريب النوال وكاين الهالوين وكورونا و... انتوما هانو النسات ها
شو الخميات زوينين اشي شو قصة شتي التوب ديال الرطب عاوتاني هادي شو الشكل ديالها واعر شحال دايره 26 قولي 27 راه زوينين الصراحة ها عاوتاني ها شي وحدين عاوتاني هاد الشاشي بابي بانوا هذا ياك ماشي هو انتوما البنات عندهم صراحة خميات زوينين ها هما هادو دايرين غير 13 اورو 12 اورو 99 وهادو تا هما رطبين هادو دايرين 7 اورو قولي 8 اورو نيت زوينة ياك بشحال فيها 125 انا 150 عندهم هاد المخدات هادو ديكورات زوينين هانتوما الشون شوف هاد الكوبرلي واو واعر 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 شتي المخدات ديالو هو في الغوز شنو هو في الغوز بحال هذا بحال الخامية هادي الخامية تلفت تلفت الخامية هي هادي ديال الكحلة شتي واعرين واعرين شنو المخدات صراحة شي زوين ما كرهناش ولكن بوغ لانستون باقي مرونة الوقت حتى ان شاء الله نتستاسيونو بدا نفرج داكشي يا سلام ها شوف هذا عاوتاني ولكن هذا ترونسبارون كيبينو ما عندهم هادشي زوين صراحة هانتوما البنات هادو هادشي ديال نويل شتو هادشي شي ماشي ديالنا ديالهم هما حنا غير كنشوفو فوالا شتو هاد اللعيبات هادو زوينين صراحة عجبني هادشي هاوك بابا نويل هيه إلا كيبان ليكم البنات حنا جينا صراحة ما كملناش في تما حيت صافي خربوا ويسدوا اصلا بغينا مازال نمشيو للاكسيون حيت ما لقيناش هذا في تما في بابو ورجعت للاكسيون بالجرا جبت هذا ديجا اللي كنت اللي دايره مع كنتقطع عليا وهذا داكشي علاش بغيت نبدلو وجبت نفسه هو اللي لقيت ما لقيتش شي حاجه زوينه المهم حيتاش مع دابا الكونفيرمو كلشي غيتسد قلت نعدي بهذا حتى من بعد حيت انا باقي غنشري كيف ما قلت لكم البلاكارات غنحيد هادو وغنشري بحال هادو شتو يلا ركبنا سميتو يلا ركبنا هاد وحده هادي وخاصنا هادوك الفيشات ماشي الفيشات سميتهم اخضر فيشات اللي سميتهم خصنا ناخذوهم لقيناهم حتى هما صافي هذا ما كان الحبيبات ديالي المهم خديت هادي وخديت هادي من اكسيون حيتاش عندي انا هذيك الاخرى ولكن كبيره بزاف لهذا قلت ناخذ غير هادي الصغيره المهم نجبد ليكو خصنا نردوهم لبلاصتهم كلشي مخلط اوي زان خديت هذا ديال نيتواياج ديال لا فيترين والجاج وهذا هذاك الاخر قرب يتسالى ليا خديت هذا الشامبوان هذا خديت هذا ديال المهم وخلص مع حتى هو قرب يسالي ليا بقى فيه غير شويه شي بيموات شي تخربيق الزيت مع باقا عندي خديت غير هادي خديت غير واحد الاطرو باسكو باقي عندي انا رجعت معكم انا الحبيبات ديالي سمحوا لي البارح ما كملتش معكم لا فيديو حيتاش طفى لي التليفون بما دخل راجلي صافي ما بقاش عندي الوقت باش نكمل معكم شنو خديت في لي كورس المهم انا جيت باش نشارك معكم هذا بابي بان اللي خديته من اكسيون المهم انا صراحه هاد كنت دايره بحالو مي كنت حطيت عليه الفران ما عندي لا ماشين كنحط عليها الفران كنحيدو الا كنبغي نصبن فيها صافي حطيتو تكر زعما تحك ليا صافي داكشي علاش حيدتو انا دايره هذا غير بوغ لانستون ما كنحملش انا هاد لا كولور هذا اللي فيه داكشي علاش وقلت ناخذ ندير هذا كيف ما درت الاول راه باقي ليا منه واحد المورصو بلا شي نوري لكم ها هو شفتو باقي ليا منه هذا
يعني تبارك الله راه كايشط يعني كديري بيه ومازال يشطلي صافي. قلت حتى ناخذ كيف ما شفتوا البلاكارات اللي عندي هنا الفوق غناخذ بحالو لونسومبل ديالو، مي باقي شويه ماشي دابا، دابا كاع كاين الكونفينمون راه صافي. صافي قلت دابا نجيب ندير هذا، كيعطي بعدا واحد الكليغاج للكوزينه وشحال من حاجه. المهم انا غنحاول نحيد ليه هذا الشيء كامل. المهم سمحوا لي البنات البنات ما كملتش معكم لا فيديو، قلت اليوم صافي البارح كانت الدنيا مرونه الطاقه عامرين مع دابا عارف كلشي بنادم دابا عارف راسو راه غيكون الكونفينمون الناس كاع كيجريو ونورمالمون الماكس ما غيتسدوش، يعني ما عرفت انا عاد الناس علاش كيجريو وياخذوا عاوتاني بزاف ديال التقضيه وهادي وعلاش. انا درت لي كورس البارح حيت كانوا اصلا خاصني شحال من حاجه مازال راه ما كملتش، باقي ليا الخضره الخضره ان شاء الله حتى الغدا ما يكونش راجلي خدام، ونمشيو نجيبو باقي داكشي اللي خاصنا، يعني عندنا الحق نخرجو نتقداو، عندك الحق تمشي ديري واحد الساعة ديال السبور الا بغيتي ديري لا مارش. المهم زعما راه ما حرمينكش لديك الدرجة. المهم البنات كيف ما شفتو هو راه كيبان بحال الرخام، ما عرفتش واش كيبان ليكم ولا لا. المهم غنوري ليكم من بعد. المهم انا غنحاول نشد العبار ديك الحبيبات ديالي، غنحاول نشد العبار عاد ديك الساعة نقطع باش يكون عندي عبار واحد بلا ما نتعدد. ديرو شوية شايط فوالا، أنا غنهبطو حتى لتحت شينا مكيشليش دماغك باش ديك الخطرة ركبناها أنا وراجلي، مسكين راجلي مغيض مغيكونش مثالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا انا حديته هنا غنعبروا بالمترو باش اللي ناخذ العبار منين بنقطع يكون عليا ساهل. فوالا عندي فيه 48 سنتيم هاك 48 سنتيم، غنشوف شحال من وحده غنقدر ندير. المهم البنات خليكم على فيديو بما انا نقطع ان شاء الله نشوف شحال من بارتي هكا غنقدر نقطع من هذا الرول وهذا، وديك الساعه ان شاء الله نكملوا لا فيديو ديالنا. شفتوا البنات فهنا دابا عندك تاع الخطوطه باش تخافي ما تقديش ولا شي حاجه. المهم انا درت العبار ديال 48 ياكو. المهم انا غنقطع غندير تقريبا ثلاثه ديال لي بارتي هكا ونشوف واش باقي غيخصني، الا غيخصني غنقطعو ونحاولو نجيبو مع مقاد. المهم البنات خليكم مع لا فيديو ونتلاقاو من بعد ما نقادوه ان شاء الله.
البنات. ها هو المهم، انا كنحاول نثبتو في هنا ياكو. راه هاد الخويه هادي راه ماشي سميتو غير بير الحيط، حيتاش كيف ما عرفتو هذا راه ما مزديش مع الحيط مزيان. راه كتبان هنا شويه الخويه كيف ما هي هنا، فوالا كتلصقوا شويه وكتحاولوا تستعملوا بحال لاكارت هكا، لاكارت ديال شي بيس ولا لاكارت بانكير ديالكم ولا لاكارت كيف ما بتكون، تكون بحال هادي باش تقدروا تحكموا بها باش ما يكونش عندكم دوك الفقاعات. وتبداو نتوما كتحيدوا وكديروا هكا وكتجبدوا، كتحيدوا شويه لصخه 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 حتى كتلصقوه كيف ما شفتوا. ها هو المهم، انا غنبقى نستمر على هاد الطريقه هادي حتى نساليه كامل باذن الله. المهم البنات، هذه هي النتيجه الاخيره. قولوا لي كي جاكم واش ما حسيتش من الاول شفتو كي كيجي كيعطي واحد الجماليه بزاف، يعني بابسط الحوايج وباقل تكلفه ممكن انك ترجعي المطبخ ديالك زوين. كيف ما عرفت انا كيف ما قلت لكم، انا مازال ما ستاسيونيتش، يعني كندير غير هكا شي حوايج اللي خفافين هكا صافي كنزيدهم حتى ان شاء الله نتبلاصه مزيان في الدار اللي بغيت. هذا الشيء ديك الساعه ان شاء الله نشارك معكم كل شيء، ونشارك معكم الديكوراسيون، نشارك معكم اي حاجه. المهم البنات، كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي مازال ما تابوناتش عندي تابونا عندي في لاشين، مرحبا بها، وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد. بطبيعه الحال يوصلها الجديد. بغيت نشارك معكم حتى هادي سميتها، المهم سميتها هي كويزين، كتجي زوينه، شريتها من ماكازا جيفي غير بجوج اورو. شفتوها كي كتجي زوينه، انا غنطفي الضوء باش تبان لكم احسن. شفتوها، يعني بحاجه بسيطه ممكن انك تزيني المطبخ ديالك وترجعي زوين وحلو. المهم الحبيبات ديالي، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وسمحوا لي بزاف البارح ما كملتش معكم لا فيديو، حاولت نكملو معكم اليوم. يلا الحبيبات ديالي، كيف ما قلت لكم اللي مازال ما تابوناش تابونوا، تفعل الجرس، وما تنساش دير واحد اللايك ودير واحد الكومونتير الا جات على خاطرها. كنشكركم بزاف الحبيبات ديالي على الدعم ديالكم، وكنبوسكم بزاف. اي زنون، يلا ها كنتي الصبحه ربي راه كنت بارسني مرح، يلا ها كنتي غين، يلا بسلامة الفيديو الجاي ان شاء الله.